تيزي وزو وهو سي مصطفى قدامي ويعرف الملعب هذا بالك ممكن ندخل له تحفه صاحبي تحفه كبيره جميله جدا كيفاش تحبني لا افتخر بهذه المرافق وببلدي اللي قادر وسط تاع تيزي وزو ما كانش في الدوسي روبلاسون ان غرو جوان بصح روبلاسون بالماضي صح راح يلعب في تيزي وزو يعني دشنا المقابلات قادمه ياسر هو انتقل الى هذا الملعب والملعب هذا عجبه كثير كثير واش قال ان شاء الله تكون مقابله هنا في هذا الملعب للفريق الوطني وهذا ما نتمناه احنا ثاني الا ان تكون هناك في جوان مثلا لا في جوان خلينا بالك باللي المقابله ستجري في عنابه في عنابه في ملعب 1956 وان شاء الله في المستقبل عندما يدش اول الجزائر اصبحت لديها خيارات الان جمال الحمد لله في, في في فتره ما كنا نتاسف ونتكرف على منشآت على منشآت وملعب وليس ذلك ببعيد يعني وليس ذلك ببعيد اليوم الحمد لله عندك الاختيار تلعب في قسنطينه تلعب في عنابه تلعب في ميلود هد في بوهران تلعب في براقي غدوه تلعب في تيزي وزو في الدويره تشاكر اللي حيدخل في حله جديده ملعب 5 جويليا ورئيس الجمهوريه تكلم على ملاعب اخرى في بشار في ورقله في شطيف هذا هو البلد اللي يمشي بخطى تقدم وتطور صالح